16/10/2012. طبعا في هذا المكان تحديدا في هذه الحفرة سقط صاروخ من الكلية الحربية. طبعا قمنا بإغلاقها. شاهدوا الشرايا وهذه الصاروخ. طبعا هنا كان يوجد جدار، ولله الحمد لم يتواجد في هذه الغرفة أي مدني. طبعا شاهدوا أيضا من الأعلى أيضا كان هنالك جدار سقط بالكامل. مدينة الحولة منذ 25/5 وحتى هذه اللحظة تتعرض لقصف عنيف، بالإضافة للحصار الخانق المفروض عليها. طبعا خبز 10 أيام، كهرباء 11 نهارا بالضبط. طبعا حصار خانق منذ 25/5 وحتى هذه اللحظة تعاني، بالإضافة للقصف المستمر على المدينة طبعا على مدار 24 ساعة من قبل حاجز مؤسسة المياه ومن قبل الكلية الحربية التي تنطلق الصواريخ من هناك إلى مدينة الحولة. شاهدتم آثار هذا القصف، شاهدتم آثار طبعا القصف في الأعلى وآثار الشظايا وهذه الحفرة التي خلفها هذا الصاروخ الذي يبلغ عمقها أكثر من متر ونصف.